خليل حكالي، بعرف كل يلي صار، كتير زعلان، رح يطق، عم بيقول ماله ذنب. ميرنا، احكي مع خليل، اعطيه فرصة تانية. أنا شفته بعيني، يوسف شفته بعيني. اسكتي هلا بعدين نحكي. ما ضل شي نحكي فيه. إن شاء الله ما تكوني نسيتي الخبز. جبته من الفرن. صحة وهنا. هالكواش شغل أمي. يا سيدي عرفته من ريحته. يلا روح غسل، ولا ما بيبقى لك. ها ليش رفضت هالشغل؟ ما بدي اشتغل مع هالعالم. يعني نقي لك عالم على كيفك؟ حكيت معهم بكل شيء وقعدنا على البازار. طلعت روحي لزبط معهم الشغل. عذبناك والله، بعتذر. هدول العالم الأسماء وسخة بتنزع الشغل. سجلاتهم وسخة ومو معروف أصلاً. شو دخلنا فيهم؟ شو بدنا؟ رح ننقل البضاعة ونقبض، شو دخلنا؟ ما رح ننقل. شركتنا ما رح توسخها هيك ناس. خلاص طلع فيه. قصدك توقف الشغل اللي عن طريقي؟ صرت بدك تنزع اسم الشركة لحتى تعاندني وبس؟ فكر على كيفك، ما بيهمني. ماشي؟ أساسا أنا مو موافق على هالشغل بالمرة. هذا الحكي بتبقى بتقوله بمجلس الإدارة بالاجتماع، عم تفهم علي؟ الراس شغال؟ طيب لما تكبسه مشعل شيء؟ لا ما مشعل، هون المشكلة. كيف علاقتك مع مدحت؟ علاقتي بس مع واحد منهم. أكيد مع خليل، ما هي؟ زكي خير؟ شايفك فجأة صرت تهتم؟ بستناك. شكرا. أكيد برد الأكل. يوسف؟ الزلمة حلاه بالشارع اللي ورانا. شوفاجه يبدو عطلان، لذلك خلص أكلك وروح لعنده. شو هالقصة اللي بيناتهم؟ صحيح خليل وجوز أمه رح يقسموا الشركة؟ والله بدك تسأله إله، هو أدرى. وقفي، لازم نحكي شوي. إلك عين تيجي لهون؟ ما في حكي بيناتنا، ما بدي شوفك. وقفي، الحق معي. بعرف أنا لو كنت محلك هيك كنت عملت. روحي انقلعي من وشي، انقلعي. لو سمحتي بدي اشرح لك. خلينا نقعد بشي محل ونحكي. قولي يلي بدك يا هون. يلا تفضلي.